بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا عند قول المصنفين المطلب السابع الغلو، وهنا قد أتوا يعني من صنفوا الكتاب بهذا المطلب للإشارة إلى مسألة خطيرة وعظيمة وكبيرة جدا في أمور العقيدة والدين، فإن الغلو أهلك من كان قبلنا، وإن الغلو يهلك كذلك من هذه الأمة من يهلك. ولذلك مسألة الغلو مسألة خطيرة، ولعلنا إن شاء الله في حديث الجمعة سنتناول هذا الموضوع قريبا إن شاء الله تعالى. فمسألة الغلو مسألة خطيرة جدا، ولا سيما في مسائل الإيمان، لأن الغلو في ذلك قد يؤدي إلى الكفر بالله والعياذ بالله. قال الغلو، قال تعريفه، قال الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد، سواء بالمدح أو بالإيش أو بالذم، بالرضا أو بالغضب، بالنقيدين عموما يكون الغلو، فيغالي الإنسان على جهة من الجهتين، وفي الجهتين إما مفرط وإما مفرط، يعني إما إفراط أو تفريط. إما إفراط، غلو شديد جدا في الأمر والشدة فيه، وإما تفريط، هذا أيضا غلو، غلو أيضا في التفريط والعياذ بالله. ولذلك تجد الإنسان الذي يصاب بالغلو تجد هذا واضح في خلقه وأخلاقه وسلوكه وتصرفاته، فضلا عن مسألة العقيدة نفسها والإيمان، تجد في تصرفاته آثار مرض الغلو في تصرفاته. يعني تجد في الرضا على أعلى ما يكون من درجات الرضا، وإذا غضب تجد على أعلى ما يكون من درجات الغضب. يعني وإن كان المسألة تتعلق بالكلام هنا في الباب على العقائد، لكن أنا أربطها بشيء من الآداب، ولعلنا إن شاء الله في حديث الجمعة نتكلم عن ذلك لو أي تيسر. تجد بعضهم مثلا ربما يلقى العالم أو الداعي يقبل يده ويغالي في مدحه، ثم تراه ربما بعد مدة من الزمان هو الذي يشتم هذا الداعي ويقدح فيه ويطعن أسوأ من الكفار. هو لو أنك دققت في خلق هذا الإنسان ستجد أن هذا الإنسان مريض بماذا؟ بالغلو والعياذ بالله، لأنه لما رضي عنه غال فيه، ولما غضب عليه أيضا غال في قدحه، لما رضي عنه غال في مدحه، ولما غضب منه غال في قدحه. ولذا فدائما خير الأمور ليش؟ الوسط، الاعتدال، الاعتدال في الأمور. قال وفي الشرع هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده، سواء في العقيدة أو العبادة، سواء في العقيدة أو العبادة، مجاوزة حدود ما شرع الله في العقيدة أو في العبادة. يعني لو في العقيدة نضرب مثالا، غلو اليهود والنصارى في الأنبياء، مثلا النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فجعلوه إلها، اليهود غلوا في عزير فجعلوه إلها. نجد في العبادة غلو في العبادة، كغلو مثلا بعض طوائف
من الخوارج أو طوائف من الصوفية. هؤلاء غلاء وهؤلاء غلاء أيضا. نعم. قال حكمه، قال التحريم لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. الغلو والعياذ بالله من أسوأ الأمراض التي يبتلى بها الإنسان. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو لابد يأخذ الإنسان إلى الضلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. تحذير. هلك من كان قبلكم، اليهود والنصارى والأمم السابقة غلوا بسبب الغلو والعياذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع هو المغالي المتشدد خصوصا، يعني نوع معين من الغلو، وهو غلو التشدد، كالمتشدد على نفسه في العبادة هذا متنطع. كحال الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلن أتزوج النساء، وأما قال الآخر: وأما أنا فلن فسأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فسأقوم ولا أنام. هذا غلو وهذا تنطع، وهذا تنطع. وكحال الرجل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يجلس في الشمس والناس من حوله يعني يفيقونه ويسعفونه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يصوم قائما في الشمس. أبو إسرائيل نذر أن يصوم قائما في الشمس، يعني نذر ثلاث حاجات: أن يصوم قائما يعني واقف على رجله في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل وليقعد، مروه فليستظل وليقعد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر شيئا وأنكر شيئين: أقر الصيام وأنكر هذه الصورة، لأن هذا غلو، هو يظن أنه بذلك يتعبد لله أكثر وأن أجره عند الله أعظم. وهذا كحال بعض الناس الطواف حول البيت الآن، يعني أنا أنظر إلى أحيانا قناة القرآن اللي فيها الحرم يعني، فأجد بعض الطائفين الصحن في مكان فاضي، صحن البيت في مكان، ومع ذلك يطوف من الطابق أعلى طابق وأوسع بقعة. فإن كان له عذر لا حرج، كأن يكون مثلا إنسان لا يقدر على الزحام نحو ذلك، ضيق النفس، إنما إنسان من باب أنه يظن أنه كلما طاف على دائرة أوسع يكون هذا أعظم للأجر، لا والله، هذا غلو، هذا غلو في الدين. ولذا الرجل الذي أحرم قبل الميقات وقال لمالك: تراني قد فعلت خيرا؟ قال: أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك
الفتنة. قال وما الفتنة في ذلك؟ قال أليس في ذلك زيادة على ما فعل هو صلى الله عليه وسلم؟ وتلا قول الله تعالى وليخشى الذين وليحذر الذين وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك الغلو تنطع، الغلو تشدد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاد الدين أحد إلا غلبه. المتنطع هذا مخالف للهدي، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لدينه، لشرعه، لطريقته. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نقل إليه خبر الثلاثة قال في آخر الكلام قال ماذا؟ قال ماذا؟ ها؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يغالي بحجة أنه أحسن كده التعبد، أكثر التعبد، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني مدحا كمدح اليهود والنصارى، الإطراء المدح يعني. لا تطروني أي لا تمدحوني على طريقة النصارى كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني مدحت النصارى المسيح ابن مريم. المدح هذا ظلوا يمدحون مدحا فيه غلو إلى أن اعتبروه ربا وإلها والعياذ بالله. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذلك من الفرق الضالة التي وقعت في الغلو الشيعة، الصوفية، الخوارج، وكل فرقة ضلت في مسألة من الدين فهي في غلو، القدرية، الجبرية، الجهمية، غيرهم، كل فئة غلت في باب في مسألة فهم من الغلاة وقعوا في الغلو. فعلى سبيل المثال الشيعة غلوا في الأئمة، خصوصا الاثنى عشر، غلوا في الأئمة، غلوا في مدح آل البيت، غلوا في الاعتقاد في آل البيت ونحو ذلك. الصوفية غلوا في الأولياء والصالحين، غلوا في مدح الصالحين والأولياء، غلوا في الاعتقاد فيهم كذلك ونحو ذلك. كل هذا من الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أسعد الناس هم أهل السنة والجماعة الذين انضبطوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغالوا بزيادة مدح أو زيادة تشدد في العبادة ولا بتفريط، ولم يغالوا بزيادة غلو في الصالحين والأولياء ونحو ذلك وغير ذلك من هذه الوجوه، إنما هم وسط. ولذلك من المسائل الجميلة جدا التي يذكرها أهل العلم في وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة خمس مسائل عظيمة جدا، مسائل فيها غلو وفيها تفريط، فيها غلو وفيها تفريط. على سبيل المثال مسائل مثلا تتعلق بالأسماء، فأهل الغلو يسمون مرتكب المعصية يسمونه ماذا؟ كافرا، يسمونه كافرا. وأهل الإرجاء من جهة أخرى، الغلو في الإرجاء، يسمونه مؤمنا كامل الإيمان. أما أهل السنة فيقولون هو فاسق ومؤمن بإسلامه أو بإيمانه، لا يسموه كافر ولا يسموه في ذات الوقت إيش؟ مؤمن كامل الإيمان، كما هو الغلو بين الخوارج والإيش والمرجئة. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. مسائل تتعلق بالمآل والمصير، الجنة والنار، أهل السنة وسط بين أيضا أهل الغلو، فالغلاة من الخوارج يجعلونه في النار خالدا فيها، والغلاة من المرجئة يجعلونه في الجنة في جنات النعيم، اللي هو العاصي يعني. أما أهل السنة فهم وسط،
يقولون هو عاصي بمعصيته يستحق العقوبة، فإن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه، وغير ذلك من المسائل الشهيرة التي يعني يتميز بها أهل السنة عن أهل الغلو. قال: ومراد هذا الحديث أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج القروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. ولذلك تجد بعضهم ينشد الأشعار غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم يوصله إلى درجة العلوهية والربوبية، بل بعض الشيعة والعياذ بالله ينشد الأشعار في آل البيت ويقول الكلام في آل البيت الكفر الصراح. والله سمعت بعض الشيعة وأنا أطوف بالبيت وهو يطوف من حولي ويقرأ من كتاب، وقد أخذت كتابا من هذه الكتب منهم يعني بطريق ما، ومكتوب في هذه الكتب كلام على هذا النحو أو معناه يعني أنهم يسألون ويدعون ويتضرعون للحسين وهو يطوف: يا حسين يا حسين يا حسين، وهو يطوف: فرق كربي، أزل همي، افعل كذا، ونحو ذلك، والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. ولذا فهؤلاء غلوا والعياذ بالله، فوقعوا في ما وقعوا فيه من الكفر والضلال بسبب الغلو. ولذلك فهذا الفصل في الحقيقة مهم جدا، وهذه المسألة مهمة جدا، وهي التحذير من الغلو الذي بسببه هلكت الأمم قبلنا. أنقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.